افتتح بشارع إبراهيم الروداني بحي سمنة بمدينة برشيد نقطة البيع للدلاسيلات بيوند المتخصص في بيع شتى أنواع اللحوم البيضاء وجميع مشتقاتها وفق معايير صحية متميزة وجودة تلبي رغبات المواطنين. ويوفر محل اللدة مختلف مشتقات اللحوم تحاكي أجودها على المستوى المحلي والوطني، بحيث تسعى الشركة الأم للعلامة التجارية اللدة إلى إرضاء جميع الاختيارات، بحيث يوفر أنواع اللحوم البيضاء وجميع مشتقاته إضافة إلى مختلف أنواع المرتديلا. كما يتوفر محل اللدة العسيلات بيوند على طاقم مهني ومؤهل، خصوصا أن لحوم المحل تخضع للمراقبة الصحية. وللراغبين في الاستفادة من جودة خدماته يرجى التوجه إلى عنوانه الكائن بشارع إبراهيم الرودانيك قرب مركز تسجيل السيارات حي ياسمينة بمدينة برشيد.